التوسع بتاع فور سيزون شرم الشيخ ده دبلرة لحجم الفندق الحالي، يعني بيبقى حوالي بنضيف حوالي 400 كي، وده هيفتتح في يونيو 2020. واحنا عندنا حاليا تحت الانشاء في الفور سيزون مدينتي، هنبتدي انشاؤه خلال شهر من تاريخه، وده هياخد من حوالي 3.5 سنين. حجم استثماراته هيدخل في حوالي 400 مليون دولار. التوسع الكبير اللي هيتم في عدد سكان مدينتي اللي هيصل لحوالي 1 مليون نسمة، فلازم نقدم حاجة مطورة جدا لسنة 2030، بفكرة 2030 بتكنولوجيا حديثة جدا بأفكار ذكية في المكان كله بالكامل، وده اللي احنا بنحاول نعمله مع هواوي حاليا. إيجاد حلول لي خاصة بموضوع الوسائل التمويل خارج المتاح حاليا من خلال أسعار فايدة مدعمة، تمويل طويل الأجل يتناسب مع احتياج الأسرة المصرية ومستوى دخلها.